بعد كده ندخل على النيرفس اوف ذا ابر ارم او النيرفس اوف ذا ارم. احنا عندنا اربعه نيرفس مهمين، هما الماسكولوكيوتينيوس والالنر نيرف والميديان نيرف والريديال نيرف. نبتدي اولا بالماسكولوكيوتينيوس نيرف. الماسكولوكيوتينيوس نيرف هنرسم له الخريطه العظميه بتاعته، دي كانت الهيومرس. بس يا ترى ده انتيريور فيو ولا بوستيريور فيو اوف ذا هيومرس؟ انا مش قادر احدد. ده انا ده الميديال سايد، مين اللي بيحدد لي حاجتين من هنا؟ الليسر تيوبروزيتي من فوق وبريزنس اوف تو فوسي من تحت اللي هم الكورونيود فوسه والريديال فوسه. انا لا شايف ده ولا شايف ده، بس انا بقول ده انتيريور فيو. ليه؟ لان انا بشرح الماسكولوكوتينيوس نيرف، والماسكولوكوتينيوس نيرف هو النيرف سبلاي بتاعت العضلات of the anterior compartment of the arm، يعني عضلات الفرونت اوف ارم. اذا ده انتيريور فيو، بس انا ماسح منه من هنا مين؟ ماسح الليسر تيوبروزيتي وماسح الكورونويد والريديال فوسي. طيب ادي هنا الهيومر، ادي الهيومرس، بعدها الريدياس على اللاترال سايد عامل ارتكوليشن مع الكابيتولوم، والالنا على الميديال سايد عامل ارتكوليشن مع التيروكليا، وهنا بيكونهم الالبو جوينت. طيب مين العضله ديت؟ كانت البايسبس براكياي، بس احنا قطعنا هنا من النص. احنا لما نقطع البايسبس يبقى كانت في عضله تانية تحتها، لو عضله اترسمت يبقى العضله دي كانت بتكون البراكياليس. ما ننساش الاوريجن بتاع البايسبس بتو هيدز، الشورت هيد واللونج هيد، والانسرشن بتو فورمز اوف انسرشنز، بتندون على اللاترال سايد رايح للريديال تيوبروزيتي، وابو نيوروسز على الميديال سايد رايح عامل فيوجن مع الديب فاشيا اوف ذا فور ارم. العضلة دي اسمها الكوراكو براكياليس، مش دي اللي كانت طالعة مع الشورت هيد اوف بايسبس وعملت الانسرشن في الميدل اوف ذا ميديال سايد اوف ذا شافت اوف هيومرس؟ بالظبط، اللي احنا قلنا المنطقة دي مهمة ويحدث عندها 17 حدث تشريحي هنتكلم عليه. ايوه هنتكلم عليهم بعد شوية. العضلة اللي تحت البايسبس اسمها البراكياليس، قاعدة ديب للبايسبس. بصوا كده معانا عملت ايه؟ قطعت البايسبس من هنا من النص ورحت جاي راسم من تحتها البراكياليز، وانا مشفف كل من البراكياليز، وظاهره من تحتها مين؟ ظهر من تحتها الهيومرس. نيجي نشوف النيرف بتاعنا. النيرف لما نيجي نتكلم عليه زي ما هنتكلم على الارتري او الفين او اي ضغط، لابد ايضا من اربع نقاط اساسيه. مين هي النقاط الاساسيه؟ هو البيجنينج او الاورجن، الكورس وريليشن، الاند او الترمينيشن، والبرانشز. ادي اربع نقاط اساسيه. الاورجن، الاورجن او البيجنينج بتاعه ده هنا من الاكزيلا. فين الاكزيلا؟ كانت في المنطقه ديت. جاي منين؟ ده جاي كونتينيويشن ل اللاترال كورد اوف ذا براكيال بلكسس. نرجع تاني كده، بص هنا كونتينيويشن لللاترال كورد اوف براكيال بلكسس. طيب قبل ما ارسم اللاترال كورد لازم ارسم الاب الروحي لمنطقه الابر ارم اللي هو كان البريكيال ارتري، اللي هو كان الكونتينيويشن اوف ذا اكزيلاري ارتري. الاكزيلاري ارتري كان الاب الروحي لمنطقه الاكزيلا، امتداده البريكيال هو الاب الروحي لمنطقه الابر ارم. الاكزيلاري ارتري كان هو اللي بيحدد اسماء ومسميات النيرفس بتاعه الارم. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هذا الارتر اللي هو الاكزيلاري، النيرف اللي قاعد لاترال له هو اللاترال كورد. تمام، اللاترال كورد ده كان هيديني ثلاثة برانشز، احد هذه البرانشز اللي ماشي ككونتينيويشن له هو الماسكولوكيوتينيوس نيرف. اذا البيجنينج بتاع الماسكولوكيوتينيوس نيرف هو برانش من اللاترال كورد اوف بريكال بلكسس اللي كان قاعد على اللاترال سايد اوف اكزيلاري ارتري، فبالتالي هو كمان هيمشي لاترال لمين؟ للثيرد بارت اوف اكزيلاري ارتري. طيب دخل للارم اهو، عشان يدخل للارم لابد له من تاشير الدخول. تاشير الدخول بانه يخترق عضله او يعدي يمر من بين عضلتين. العضله اللي بيخترقها هنا هي الكوراكو براكياليس، هيمشي يخترق الكوراكو براكياليس. راقبوا معايا كده، هيخترق الكوراكو براكياليس ويمشي بين عضلتين.
اي كوراكو بركلز اخترقها من العضلتين اللي مشي بينهم، مشي بين بين البايسبس براكياي انتيريورلي وبين البراكياليز بوستيريورلي. انتيريورلي هنا بمعنى ايه بالظبط يا شباب؟ بمعنى سوبرفيشيال. وبوستيريورلي بمعنى ايه؟ بمعنى ديب. اذا هذا النيرف ماشي بين the biceps brachii anteriorly وبين البراكياليز posteriorly، ثم يظهر عند اللور لاترال سايد او اللور لاترال بارت اوف ذا بايسبس، حيثما يعني يمشي superficial ويطلع يعدي في الروف اوف ذا cubital fossa. طيب الاند بتاعته هي continuous، يحصل له continuation in the forearm، يعدي الكيوبيتال فوسا ويمشي في الفور ارم ويتحول الى نيرف سطحي اسمه لاترال كيوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم. ده كان الكورس بتاعه. ماشي لاترال لارتري، يخترق عضله اسمها الكوراكو براكياليز، مشي بين عضلتين البايسبس والبراكياليز، واخيرا ظهر من عند اللور لاترال سايد اوف ذا بايسبس وعدى في الفور ارم ك لاترال كيوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم. البرانشز من اسمه ماسكيولو كيوتينياس، يعني نصه ماسكولر ونصه كيوتينياس. طيب ماسكولو للعضلات اللي بيعدي من ما بينها، عدى اخترق الكوراكو براكاليز هيغذي الكوراكو براكاليز، عدى بين البايسبس والبراكاليز هيغذي البايسبس والبراكاليز. اذا الماسكولر برانشز بتاعته كانت الثلاث عضلات دي. طب الكيوتينياس، كيوتينياس رايح لمين؟ للسكن. تعالوا كده نشوف كده رايح لفين في السكن. هو هنا بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه lateral cutaneous nerve of the forearm، معناه ان بيدي cutaneous يعني skin للسكن of the lateral part of the forearm. ادي الجزء الثاني من البرانشز، بيغذي السكن of the lateral side of the forearm. ده النيرف الاول بتاعنا اللي اسمه الماسكولو كيوتينيوس نيرف. تعالوا نشوف النيرف الثاني اللي اسمه الميديان نيرف. الخريطه العظميه بتاعت اللي ما بتتغيرش، ادي الهيومرس، والهيومرس كانت ماسك معاها من تحت الريدياس على اللاترال سايد والالنا على الميديال سايد. ما نفكركم ان الريدياس عامله ارتكوليشن مع الكابيتولم اوف ذا لوور اند اوف هيومرس، والتروكليا عامل والالنا عامل ارتكوليشن مع التروكليا اوف ذا لور اند اوف هيومرس. المنظر ده يا ربي امامي ولا خلفي مانيش قادر احدد. انا اقدر احدد ميديال ولاترال، ميديال من فوق عن طريق الهيد، او ميديال من تحت عن طريق الالنا ميديال وريدياس لاترالي، انما انتيرور وبوستيرور من هذا الشكل في حاجات ناقصه. لما لو موجوده اقدر احدد. ايه هي الموجوده؟ وجود الليسر تيوبروزيتي على الابر اند بيقول ان الاتجاه ده انتيريور، او وجود التو فوسي على اللور اند من تحت اللي هم الكورونويد فوسا والانر والريديال فوسا، بيقول الاتجاه ده ايضا انتيريور. اذا ما فيش. طب الاتجاه ده بوستيريور؟ طب ما ده لو بوستيريور كنت لازم اشوف سبايرال جروف او الكرينون فوسا، والاتنين مش موجودين. اذا انا مش راسم اي حاجه، لكن انا مش دي القضيه بتاعتي، انا قضيتي اشرح كورس بتاع نيرف. انما بالنسبه للعظم انا شلت الملامح بتاعها، علشان رغم ان انا عارف ان ديت الانتيريور كومبارتمنت، لان بشرح الميديا نيرف والميديا نيرف مش موجود غير على الانتيريور كومبارتمنت. طيب تعالوا نشوف ايه حكايته. الميديا نيرف برسم الجزء العضلي اللي هيتحرك في وسطه الميديا نيرف. ادي البايسبس بتوهز بتوعها، الشورت هيد واللونج هيد، وادي التو انسرشنز بتوعها، التندون والابينوروسيس. بعد كده ادي كانت في عند البراكاليز اللي كانت قاعده تحت البايسبس، اللي كانت حاطه الانسرشن بتاعها فين؟ في الالنار تيوبروزيتي. في حاجه ثانيه كده خلصنا الماسلز. تعالوا نشوف حكايه النيرف. كاي نيرف في الجسم عندي اوريجين او بيجيننج، كورس وريليشن، اند او ترمينيشن، والبرانشز. النيرف ده بيطلع بتو روتس، روت طالع من اللاترال كورد وروت اخر طالع من الميديال كورد. الروت اللي طالع من اللاترال كورد اسمه لاترال روت، والروت اللي طالع من الميديال كورد اسمه ميديال روت. الله، دول هيتحدوا مع بعض بيعملوا النيرف اللي هو الميديال نيرف. بس اللاترال كورد اتسمى لاترال ليه والميديال ليه؟ بالتاكيد في حاجه معدت بينهم،
ده كان الاكزيلري ارتري اللي ماشي لاترال الاكزيلري اللي هو اللاترال كورد، واللي ماشي ميديال كان الميديال كورد. طيب ده الاكزيلري ارتري، ودول التو روتس. ومن افكركم ان الميديال روت هو اللي كان معدي على الاكزيلري ارتري من قدام. لو نفتكر ان ريليشنز اوف ذا ثيرد بارت اوف اكزيلري ارتري كان الميديال روت اوف ذا ميديال نيرف بيعمل كروسنج للانتيريور سيرفيس اوف اكزيلري ارتري. طيب اتكون عندي بعد كده الميديال نيرف. طب نكمل بقى الاكزيلري ارتري. الاكزيلري ارتري هنا بقى اصبح اسمه في الارم بريكيال ارتري. كويس. الميديال نيرف، الميديال نيرف بدايته اتولد على ايد اتنين نيرفس، لاترال روت وميديال روت. لاترال روت من اللاترال كورد وميديال روت من الميديال كورد. طلع الميديال نيرف اهو، راقبوا معايا كده شو عامل ازاي. النيرف اول ما طلع كان ماشي لاترال للثيرد بارت اوف اكزيلري ارتري، وفضل ماشي لاترال للايه، للارتري اللي بعديه اللي هو البريكيال، لحد نص الارم. عند نص الارم عمل كروسنج للارتري من لاترال، عدى عليه انتيريور، ثم استقر على الميديال سايد بتاعه لحد لما دخل فين، لحد لما دخل الكيوبيتال فوسة ومنها الى الفور ارم. تاني، هذا النيرف اللي اسمه ميديال نيرف كان ماشي لاترال للثيرد بارت اوف اكزيلري ارتري، ثم لاترال للبريكال ارتري لحد مستوى نص الارم، ثم عدى عليه من لاترال لانتيريور، ثم استقر على الميديال سايد بتاعه في اللور هاف. في اللور هاف يعني في الابر هاف كان لاترال، في الميدل كان انتيريور، في اللور هاف كان قاعد ميديال. الاند بتاعه دخل للفور ارم. الفور ارم، مدخل الفور ارم هي اريا اسمها كيوبيتال فوسا. هذه الحفره اللي موجوده على الفرنت عند الفرنت اوف البو هيدخل اليها، يمشي من تحت البايسبتال ابونروسس، يبقى الموست ميديال ستراكشر. كويس. النيرف ده بيسموه النيرف المدلع، النيرف المدلل في الابر لمب. مدلل ازاي؟ كل المسار بتاعه ماشي في دلع يعني مبالغ فيه، طلع على ايد اتنين روتس زي ما يكون مولود على ايد اتنين دكاترة، ثم ماشي بالعضلتين اتنين البايسبس والبراكياليز. ده زي ما يكون في اتنين حراس، بس اتنين حراس تراي بيحموه، البايسبس والبراكياليز. وهو طفل صغير في الابر لم، في الابر ارم، كان قاعد يتدلع على سريره مرة ذات اللاترال ومرة ذات الميديال. هيمشي لاترال وميديال لمين؟ لاترال وميديال للفيزلز. شايفين؟ كان ماشي لاترال اولا للاكزيلري، ثم لاترال للبريكيال، وبعد كده انحرف بقى مين؟ بقى ميديال. قاعد ينام مرة على الجنب ده ومرة على الجنب ده، مرة على الجنب اللاترال، مرة على الجنب الميديال. ده دلع. الطفل المدلل ده في طفولته بيكون عطاء ولا اناني؟ بالظبط، بيكون اناني. علشان كده هنجد الميديال نيرف اناني جدا، اناني جدا في طفولته. طفولته اللي هي في البدايه بتاعته، ادي ولادته، ولادته كانت في الاجزيلا، طفولته كانت في الابر ارم، عشان كده ما بيديش برانشز في الابر ارم. هنجد الميديال نيرف جيفز نو برانشز ان ذا ارم. ليه؟ لانه كان مدلل، اتنين دكاتره ولدوه، عضلتين اتنين تراي بيحموه، ثم سرير طري هو البريكي بريكل او الاكزيلر ارتري، مره قاعد على اللاترال سايد بتاعه ومره قاعد على الميديال سايد بتاعه. دلع، قاعد يتقلب عليه، علشان كده ما بيديش اي برانشز. ده كان الميديال نيرف اللي هو النيرف الثاني في منطقه الارم. تعالوا نشوف النيرف الثالث بتاعنا اللي هو الالنر نيرف. الخريطه بتاعتنا كاي نيرف في جسم الانسان لما اتكلم عليه، origin او beginning، course and relations، end او termination، ثم البرانشز. الهيومرس بالشكل المعروف بتاعها، وادي الريديوس ودي الانا، وبعد كده دي العضله الشهيره اللي اسمها البريكياليز، البريكياليز اللي كانت عامله الانسيرشن في الالنر تيبروستي. ده كان الاب الروحي لمنطقه الاكزيلا اللي كان اسمه الاكزيلاري ارتري، اللي بناء عليه تم تثبيت النيرفز اللي حواليه باسمائها
اللي على الميديال سايد بقى ميديال، واللي على اللاترال سايد بقى لاترال، واللي على البوستيرير بقى بوستيرير. الكونتينويشن بتاع الاكزيلاري ارتري هو البريكيال ارتري. البريك ارتري نحكي حكايته بعد شويه. تعالوا نشوف الالنر نيرف، بدايه الالنر نيرف. الالنر نيرف كان الكونتينويشن اوف ذا ميديال كورد. ميديال كورد اللي هو النيرف الكبير اللي كان قاعد ميديال للاكزيلاري ارتري. كونتينويشن او النيرف الكبير اللي طالع منه هو الالنر نيرف. الالنر نيرف هيمشي كورس من ثلاثه بارتس. البارت الاولاني كان في الابر هاف اوف ذا ارم. في الابر هاف اوف ذا ارم كان هذا النيرف ماشي سوبرفيشال على الهامش على السطح. في الميدل اوف ذا ارم اخترق الميديال انترماسكولار سيبتم. في اللور هاف اوف ذا ارم مشي ديب، واخيرا دخل من ورا الميديال ايبيكوندايل من اوف ذا يومرس حتى يصل الى ايه؟ الى الفور ارم. النيرف ده احنا بنسميه يعني النيرف اليتيم، واخد سلوك الطفل اليتيم بالظبط. الطفل اليتيم دايما بيبقى عايش في طفولته على هامش الحياه، على هامش يعني على سطح، يعني في الابر هاف اوف ذا ارم كان سوبرفيشال يعني على هامش، ثم يبتدي ينزوي ويدخل الى خلف الحياه. ينزوي بانه يخترق الميديال انترماسكولار سيبتم ويدخل الى خلف الحياه، يمشي في الديب، يمشي ديبلي ان ذا باك، يروح في حتى يصل الى الباك اوف ذا ميديال ايبيكوندايل، جاي من الخلف ويدخل للفور ارم من الجانب الصعب. من الجانب الصعب يعني الجانب الهارد. من الجانب الهارد يعني الجانب البوني. من البون هي الميديال ايبيكوندايل. علشان كده نجد هذا النيرف في حياته ماشي وحيد سوبرفيشال، ماشي من زاوي، يخترق الميديال انترماسكولار سيبتم ويمشي في الخلف. يمشي في الخلف مين؟ هيمشي في خلف الميديال ايبيكوندايل اللي هو الجزء الصعب من طفولته، اللي هو الجزء الهارد، اللي هو الجزء البوني، ماشي ورا البون حتى يصل الى الارض. الطفل اليتيم هل يكون معاه في طفولته شيء بيعطيه؟ مش هنلاقي. علشان كده البرانشز بتاعته نو برانشز ان ذا ارم، ان معهوش حاجه يديها، انما كان المدلل معاه بس اناني، انما ده هنا معهوش حاجه يديها. فنجد ايضا الالنر نيرف لا يعطي اي برانشز في الارم. النيرف الثالث بتاعنا اسمه الريديال نيرف، الولد الشقي. الاول تعالوا نشوف الكلام بتاعه الاول. الريديال نيرف ده كان الخريطه الجغرافيه بتاعتنا، الهيومرس والريدياس والالنر. كويس، فاكرين العضله دي اللي كان اسمها السابسكابيولاريز؟ ايوه، السابسكابيولاريز مش دي اللي كانت طالعه من السابسكابيولار فوسا اللي هو الانتيريور سيرفيس اوف ذا سكابيولا بالظبط، وكانت حاطه الانسرشن بتاعها في الليسر تيوبروزيتي اللي انا مسحه من هنا. ايوه هي. كويس، العضله دي اسمها تيريز ميجور. مالها تيريز ميجور دي؟ مش التيريز ميجور ديت اللي كانت طالعه من اللاترال بوردر اوف ذا سكابيولا؟ بالظبط هي، من الاوفر اريا، من اللور سيرد. ايوه هي، وكانت حاطه الانسرشن بتاعها في الميديال ليب اوف ذا بايسبتال جروف بالظبط. تمام، العضله دي بعد كده كان اسمها اللونج هيد اوف ترايسبس اللي كانت طالعه من الانفراجلينويد تيوبركل. فين الانفراجلينويد؟ هنا المفروض الجلينويد كافيتي عامل ارتكوليشن مع الهيد، وهنا هنجد الانفراجلينويد تيوبركل. اخرت الاوريجن بتاعها من الانفراجلينويد تيوبركل واتحدت مع بقيه الثلاثه هيدز وحطت الانسيرشن في الاوكيرن بروسيس. كويس، ايه ده؟ ده وجود السابسكابيولاريز والتيريز ميجور واللونج هيد اوف ترايسبس. كانت هنا فوق في عضله ثانيه كان اسمها تيريز ماينور بس مش موجوده في الرسمه. كان في هنا عندي عدد ثلاثه سبيسز. السابسكابيولاريز دي كانت يعني ايه؟ يعني من ورا منها على طول التيريز ماينور، ورا منها في المنطقه دي على طول، يعني ماشيه موازيه لها. كويس، في عندي هنا ثلاثة سبيسز، كوادرانجولار سبيس وابر ترانجولار سبيس ولور ترانجولار سبيس. كويس، نرجع بقى لمين؟ ادي عندي بعد كده ديت البراكيالز، وكان في عضله كمان من عضلات الفور ارم اسمها بريكوريداليز هنحكي عليها بعدين. دي الخريطه بتاعتنا اللي الريديال نيرف هيتحرك عليها. طيب الريديال نيرف لابد من الاب الروحي اللي هنحدد
اللي هو طالع منه، وكمان الاب الروحي للمنطقه دي كلها اللي هو كان بناء عليه تم تسميه الاسماء دي باسمها. طيب الاب الروحي لمنطقه الاكزيلا اللي هو الاكزيلاري ارتر، اللي بناء عليه النيرف اللي ماشي وراه هو البوستيريور كورد، والبوستيريور كورد مش الاب الروحي، ده الاب الشرعي للراديال نيرف. يعني ايه الاب الشرعي؟ الاول البوستيريور كورد سموه بوستيريور علشان ماشي ورا السيرد بارت اوف اكزيلاري، طلع منه ابنه الشرعي اللي هو الريديال نيرف، فهنجد الريديال نيرف طالع منين؟ طالع من البوستيريور كورد. كويس، ده كان الاول، ده الاكزيلاري طالع من البوستيريور كورد ودخل في الكوادرانجولار سبيس. الريديال ايضا طالع من البوستيريور كورد كاحد التو تيرمينال برانشز اهو، طالع من البوستيريور كورد. نقف لحد هنا، ادي البدايه بتاعته من البوستيريور كورد. كويس، ماشي بالبوستيريور كورد يعني ماشي ورا مين؟ ورا الاكزيلاري ارتري، بس قدام السب سكابيولاريز، وهنا هيدخل في اللور ترانجولار سبيس المحدود بالتيريز ميجر من فوق، والشافت اوف هيومرس لاترالي، واللونجد اوف ترايسبس ميديلي. دخل الى هذا السبيس علشان يمشي ورا الهيومرس. ده ورا الهيومرس كان في جروف اسمه سبايرال جروف، هيدخل في السبايرال جروف. مشي الريديال نيرف في السبايرال جروف، وهيظهر منين؟ هيظهر من ورا السبايرال جروف على اللاترال سايد اوف ذا هيومرس، تمام؟ في اللور هاف اوف ذا ارم هيظهر الريديال نيرف بين عضلتين اتنين، بين البراكياليز وبين البريكيورتياليز، ثم يكمل هيخترق المسافة اللي بينهم وهينقسم إلى قسمين اتنين، سوبرفيشيال راديال وديب راديال. طيب بنقول عليه ليه الولد الشقي؟ هل ده المسار نيرف طبيعي؟ ده نيرف ماشي دخل في فتحة ضيقة في اللور ترانجولار سبيس، مشي في جروف حلزوني سبايرال جروف، ودخل بين عضلتين اتنين ضيقين جدا بين البراكاليز والبريكورادياليز. هو اللي بيمشي كأنه بيعمل بسيارته يخمس بيها على الطريقة المصرية، أو يفحط بيها على الطريقة السعودية، أو يمتحها عيش بيها على الطريقة الليبية. ده آخرته إيه؟ آخرته يعمل حادثة. فعلا عمل حادثة هنا وانكسر إلى اتنين نيرفس، كل منهم يحملوا اسم الريديال. واحد معاق بقى عايش على هامش الحياة وسطحها، هو السوبرفيشيال ريديال اللي هو السطحي، بقى يدوبك ما بيديش الا ايه عضلات بسيطه والجلد. والتاني الديب ريديال ماشي منزوي في خلف البوستيريور كومبارتمنت اوف ذا فور ارم، وده سلوك دايما الولاد الشقاي. فده كان شقي دخل في مزانق كتيره انتهت بحادثه له بين البراكاليز والكوراكو براكاليز، وكان بيحاول يعدي بينه وينكسر الى التو تيرمينال برانشز بتاعته. البرانشز، الولد الشقي تلاقيه في حياته دايما كريم، يدي لاصحابه معاه حاجه، يدي لده ويدي لده، معاه علبه سجاير يفرقها على اصحابه، معاه شويه مأكولات يدي لاصحابه. فهنا بسرعه هيوزع على مين؟ على الثلاثه هيدز اوف ذا ترايسبس. خد يا لونج هيد وخد يا لاتر، ادي كل الايه الثلاثه هيدز اوف ذا ترايسبس. ده مش كده وبس، عدى على البراكاليز خبط فيها، لا معلش يا براكاليز انا خبطت فيكي هدي ليك نيرف سبلاي للجزء ده، وخبط كمان في البريكيوريديالس وهديك يا بريكيوريديالس وهيدي للبريكيوريديالس. ده طبيعه الولد الشقي، بيكون ولد دايما كريم. فهنا هيدي للترايسبس بعضلاتها الثلاثه، وهيدي الجزء اللي من البراكيالز وجزء منين؟ من البريكيوريديالس. ده كان الريديال نيرف اللي هو العصب الرابع اللي موجود في منطقه الار.